بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، ازيكم الشباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير باذن الله. دلوقتي هنتكلم شابتر مهم خالص اسمه الهاند انفكشنز، يعني العدوى اللي بتحصل في الايد. طيب الهاند انفكشنز ده هنتكلم فيه من انهي منظور؟ من منظور الجراحه. طيب الشابتر ده موجود في سنتين، موجود دلوقتي في سنه اولى النظام الجديد، وموجود في سنه سته. في سنه سته جزء من شابتر البيزك، وفي سنة أولى جزء من موديول اللوكوموتور. الاثنين نسخة من بعض تيبيكال، مفيش ولا سطر مختلف. طيب فبالتالي عايزين نمشي بريتم أبطأ شوية بحيث شباب سنة أولى يكونوا فاهميننا. الشطر ده لو عرفت ازاي تخش له صح، انت خلصته بكل سهولة بكل ارتياحية. احنا هنشرحه زي ما الاسم عايز، زي ما موجود في كتاب الاسم، زي ما موجود في الملازم، زي ما موجود في الباور بوينتس بتاعت الكلية. بعد كده هنلمه في جدول واحد فقط هيقول لك ايه المهم في الامتحان ام سي كيو. طيب أول حاجة الشطر ده اسمه هاند انفكشن، فعبارة عن جزئين. اول حاجه هيتكلم على الهاند، ثاني حاجه هيتكلم على الانفكشنز، والجزء ده جزء من منهج الجراحه سيرجري. فعندنا كومبارتمنت ثالث هو جزء الجراحه، ازاي هنعالج الهاند ده عباره عن جزء اناتومي. اشرح لي يا ابني او اعرف الاناتومي اوف ذا هاند. لازم تعرف كل منطقه في الهاند اسمها ايه، ايه الباوندرز بتاعتها عشان تعرف ازاي تعالج. طب الانفكشن هيتكلم كلمتين مايكرو، والله ايه المود اوف ترانسميشن، ايه هو الاورجانيزم اللي بيعمله، وده كلام عبيط، وايه هي الكومبليكيشنز. وجزء الجراحه مش مطلوب منك غير تعرف هتفتح ازاي التريتمنت، ايه هي الانسيجن يعني الفتحه بتاعت الخراج تفتحها ازاي، وهي التريتمنت بلان اوفر اول، هل في حاجه مميزه هنا ولا، وهي كلينيكال بيكتشر مميزه في كل حاجه. فالشطر ده عباره عن ثلاث حاجات اسمه هاند انفكشن، جزء الهاند ده جزء اناتومي، انفكشن جزء مايكرو، جراحه ازاي هنعالج مع بعض. طيب نبدا بالترتيب كده. اول حاجه نتكلم يعني ايه اصلا كلمه انفكشن. والله انفكشن معناها انتري اند مالتيبليكيشن اوف مايكرو اورجانيزم. فهنا عايز يقول لك الانفكشن بتاعه الهاند بتحصل فين، مين هم الموست كومن بيبل او اكتر اشخاص عرضه ان هم يحصلوا انفكشن. والله اكتر اشخاص بيحصلوا انفكشن هم المانوال وركرز، الناس اللي شغالين بايديهم، وهم في البيت الهاوس وايفز، لانها على طول بتنظف مثلا البيت، على طول بتغسل المواعين، فممكن يحصل لها سمول ابريجنز او بريكس زي شكه كده يخش منها يكون هو المود اوف ترانسميشن بتاع الاورجانيزم. طيب الاورجانيزم ممكن يخش يعمل لي اعراض انفلاميشن بسيط، وممكن يعمل لي حاجه كبيره اسمها سابيوريشن اللي هو ايه، الخراج او الابسس. طيب ايه هي اكتر عرض بيبان في الست او في الراجل اللي شغال بايده لما يحصل له انفكشن؟ بيقول لك إديما اوف ذا دورس اوف ذا هاند، ظهر ايده بيكون مورم. وخلي بالك لما ظهر ايد اي حد يكون مورم معناه ان في انفكشن، لكن الانفكشن دي بتكون نون سبيسيفيك، يعني الانفكشن في الايد من قدام ممكن تسمع ورا تعمل لي إديما، انفكشن في الصباع ممكن تخلي الدورس اوف ذا هاند إديميتس. فخلي بالك ان الإديما اوف ذا دورس اوف ذا هاند دي حاجه نون سبيسيفيك. طيب عايزين نعرف ايه الاورجانيزمات، مين هو الاورجانيزم الكومن اللي يعمل لي مشاكل؟ والله الموست كومن اورجانيزم اللي بيعمل لي مشاكل هو الاستاف، ستافيلوكوكس. طب ليه الاستاف هي اللي بتعمل لي مشكله؟ شمال المايكرو، عشان الاستاف بتطلع لي حاجه اسمها كواجيوليز، كواجيوليز بوزيتيف، فبتخلي التيشو يسيح فيخلي البص ينتشر، على عكس الستريبت. الستريبت بتطلع حاجه اسمها كولاجينيز، فبتعمل ايه، بتحوط الانفكشن خليها ما تنتشرش. يبقى مين هو الموست كومن اورجانيزم اللي بيعمل لي ابسس، اللي بيعمل لي بص، بيعمل لي خراج؟ استافيلوكوكس. تمثل كام في الميه؟ تمثل 80%. طب والباقي برير، زي الستريبت، زي الجرام نيجاتيف باسيلاي، زي اي اورجانيزم ممكن يجي بالك. طيب ازاي الاورجانيزم ده بيخش في جسمي؟ والله اعرف طول ما انت ماشي في الكليه ديت اي مود اوف ترانسميشن، اي اورجانيزم بكلمه دبله دايركت بلاد لمفاتيك اسندنج، يا اما لان دايركت من مكان جنبه كان فيه انفكشن وانتشرت للمكان دوت، يا اما بلاد كان فيه حصل سبتسيميا او بايميا والاورجانيزم دخل عمل لي مشكله، يا اما عن طريق الليمف، يا اما ايه اسندنج. يعني ايه مثلا في الجينيتورين تراكت ازاي الفيميل بيحصل لها انفكشن، ازاي بيحصل لها يو تي اي، كان في انفكشن مثلا تحت حصل لها اسندنج انفكشن فعملت لها مشكله. يبقى تاني احنا ما اتكلمناش في اي حاجه، احنا اتكلمنا مين هو الموست كومن اورجانيزم ام سي كيو الستاف، اتكلمنا ايه هو المود اوف ترانسميشن. والله المود اوف ترانسميشن كلمه دبله، دايركت بلاد ليمفاتيك واسندنج، والموست كومن بيكون دايركت واسندنج، البلاد بيكون فيري رير، والليمفاتيك بيكون برده فيري رير. كل دي انترودكشن بسيط عشان نبقى عارفين ايه مدخل الانفكشن. طب انا حد دلوقتي حصل لي انفكشن في ايدي، افتكر اشتكي من ايه؟ على حسب السيفيريتي الموضوع، لو كان فيري سيفير هيكون اعراض جنرال، لو الانفكشن دي مش سيفير خالص هيكون الاعراض بتاعتها ايه؟ لوكال. طيب جنرال عباره عن ايه؟ تحفظين اشطر مني. في المايكرو فيفر انوركسيا هيديكوماديز نوزيا فومتنج سيفير كيس، اي حد بيحصل له انفكشن جنرالي بيحصل له الاعراض ديت، وكمان بيكون معاها تاكي كارديا. طب لوكال برضه كان حافظ لك كلمه تهرس، تندر هوت ريد سوالن زائد لوس اوف فانكشن. طول ما انت ماشي بقى اي مكان في الدنيا يحصل له انفكشن يحصل له تندرنس وريدنس وهوتنس وسوالن بلس لوس اوف فانكشن. يعني لوس اوف فانكشن ادى اتحرك ما بقتش اتحرك،
الايد بتكتب ما بقتش بتكتب وهكذا. الفانكشن نورمال اللي عاملها ما بقتش بتحصل ايه على طول. طب الانفكشن دي بقى لو كان السيفير الاستاف دخل جوه جسمي وطلعت لي كواجوليز وبدات تعمل لي بص يعني خراج، امتى اعرف ان المتكون بايه ده بص؟ هي الشور ساينز بص. بيقول لك اول حاجه بيكون عندك ثروبنج بين. يعني ثروبنج بين عامل زي الطلقه تين 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 بيسمع في ايدك، مع كل ضربه قلب مع كل بيت القلب تحس ان ضربه ايه بتوجعك في ايدك، مع السيستول بتحس بوجع بعد كده بيخف في الدايستول، سيستول تحس بوجع خف مع دايستول، ده اسمه ثروبنج بين. بيكون معاه اسمها هيكتيك فيفر. يعني هيكتيك فيفر السخونيه نيفر ريتيرن تو ذا بيز لاين. يعني انت سخن دلوقتي 39 بقيت 38 39 38 39 ما بترجعش البيز لاين بتاعها اللي هو 37. يبقى عندي ثروبنج بين، بيكون عندي هيكتيك فيفر. خلي بالك الوجع بيكون سيفير مع الهاند لما تكون ديبندنت. يعني انت لما تنزل ايد ديبندنت كده سايفها في اتجاه الجاذبيه في اتجاه الجرافيتي الدم بيوصلها اسرع، وكل ما الدم يمشي في الاورجن ده كل ما يعمل وجع اكتر. فخلي بالك ثروبنج بين يعني الوجع بيزيد مع السيستول، كل ما انزل ايدي الدم يوصلها اكتر كل ما البين يكون اسوا بكتير. خلي بالك الوجع ده بيكون شديد لدرجه لو انترفير ويز سليب، العيانه او ماما لما يجي لها خراج في ايديها لا قدر الله ما بتقدرش تنام. طيب الخراج في الاخر خالص بيعمل لي حاجه اسمها فلكتويشن ساين. يعني ايه فلكتويشن؟ فلكتويشن يعني الخراج استوى. نسمعها كده بالبلدي، بيقول لك الخراج استوى، تعال نفتحه. بيقول لك في الهاند انفكشن لا تنتظر الاستواء، ولما تكبروا تاخدوا جراحه تعرف ان الفلكتويشن دوت ما بنستنوش في في الاورجنز اللي هي حساسه شويه زي البريست. ما ينفعش نسيب الاورجن لما يحصل فيه ابسس زي البريست نستنى فلكتويشن، ده يحصل ديستراكشن للبريست تيشو. ما ينفعش نستنى فلكتويشن في الباروتيد، ما علينا. فالانفكشن اول حاجه اعراض جنرال فيفر انوركسي هيديك ماليز نوزيا فومتنج سيفير كيس مع تاكيكارديا، بعد كده سبيسيفيك تهرس تندر ريدنس هولدنج سوالينج، مع كده كمان بص. بص عباره عن ايه؟ عباره عن ثروبنج بين، عباره عن هيكتيك فيفر، عباره عن الوين بيكون اس بين بيكون اسوء لما يكون هاند ديبندنت. الوجع ده بيكون سيفير لدرجه ان انا مش عارف انام. طيب استنى فلكتويشن لا تنتظر الاستواء، نيفر ان انت ويت فور فلكتويشن. طيب تمام، دلوقتي حصل لي انفكشن، ازاي اعالج الموضوع دوت؟ بيقول لك اول حاجه انت تتدرج في العلاج. اول حاجه بتبتدي ميديكال، بعد كده بتخش سيرجيكال. اول حاجه ميديكال هنعالج ايه؟ بص انفكشن انتيبيوتيك. بتبدا بحاجات برود سبيكتروم زي ايه؟ زي الاوجمنتين اللي هو عباره عن ايه؟ اموكساسيلين وكلافيولانيك اسيد او امبيسيلين. حلو الكلام. بدانا اول حاجه بمضاد حيوي برود سبيكتروم. طبعا انت بتاخد مكان الباص ده كالتشر اند سنسيتيفيتي، بتاخد عينه عشان تشوف ايه هو الاورجانيزم اللي عامل لي مشكله. طيب افرض الكالتشر اند سنسيتيفيتي ديت قالت لك ان في اورجانيزم غير الاستاف اللي عامل مشكله، يبقى انا هغير الانتيبيوتيك اكوردنج تو الكالتشر اند سنسيتيفيتي وافضل مكمل علاج لحد ما يحصل كومبليت ريزوليوشن. طيب بس كده؟ يقول لك لا، انا بعمل فوط سخنه هوت فور ماينتس. ليه بعمل فوطه سخنه؟ ليه بحط كمادات ميه سخنه على ايدي او المكان اللي فيه انفكشن؟ لما احط ميه سخنه هيزود بلاد فلو. يا دكتور مش انت قلت لي البلاد فلو لما يزيد هيعمل لي وجع زياده؟ اقول لك ايوه هيعمل لك وجع زياده، لكنه هيزود البلاد اللي وصل في المنطقه دي، والبلاد اللي وصل في المنطقه دي فيه وايت بلاد سيلز، فالوايت بلاد سيلز والفايبرس تيشو هيساعد على الهيلينج. اه انا فعلا بودي دم ممكن احس بوجع زياده، لكن انا لما اوصل دم زياده معناها ان في مناعه زياده، في ماكروفاج زياده، في وايت بلاد سيلز هتساعد على حدوث الهيلينج. تاني حاجه نعمل حاجه اسمها ريست اند اليفيشن اوف ذا هاند. مش احنا قلنا الهاند لما تبقى دمنا في وجع خلاص ارفع ايدك لفوق، بنحط الايد في حاجه اسمها ريستنج بوزيشن. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نبص على ايه الريستنج بوزيشن ده عباره عن ايه. الريستنج بوزيشن ده الوضع اللي بيخلي كل الجوينتس بتاعت الهاند ريلاكسد ما عندهاش ستريس، فده بنحط الايد فيه عشان تبقى مستريحه ما نحسش باي بين. عكسه تماما حاجه اسمها بوزيشن اوف فانكشن. طيب الايد دي ايه هو وظيفتها؟ اهم حاجه الاكل والكتابه. ولما ناكل او نكتب بص ده وضع الاكل، لو حد من السعوديه كان بياكل بايده قبل كده بتلاقي احنا بناكل رز بالطريقه ديت، ده اسمه ايه؟ البوزيشن اوف فانكشن. طيب امتى بنستخدم ده؟ امتى بنستخدم ده؟ ولحن بنستخدم ده تقريبا في كل حالات عشان نريح الايد ما يبقاش عليها وجع. طيب افرض الهيد دخلت في انفكشن سيفير ودخلت في حاجه انا متوقع ان يحصل فيها ديفورميتي، يحصل فيها مشكله، الايد دي مش هتنفع تاني. طب انا لازم احافظ عليها في الفانكشن بتاعتها، لازم احافظ عليها ان الراجل يعرف ياكل، الراجل يعرف يكتب، فانا بحط الهاند في البوزيشن اوف فانكشن عشان لو حصل فيها ديفورميتي حصل فيها تصلب هتقف على الوضع دوت. طيب يا دكتور احفظ الكلام ده؟ هتسقط انت واثنين من صحابك، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الكلام ده يعني ايه؟ معقد عليك، انت عارفها بالشكل كده، انت اعملها. البوزيشن اوف ريست بيريح كل الحاجات، بوزيشن اوف فانكشن كانك بتاكل ايه؟ اكنك بتاكل كبسه. والبوزيشن اوف فانكشن ده ما بعملوش الا اللي انا متوقع يحصل ديفورميتي ان ذا هاند، فبحط الايد فيه بحيث الايد لو حصل فيها تصلب تثبت على الوضع دوت واقدر امارس بيها الفانكشن بتاعتي زي الكتابه وزي الاكل. طب انا دلوقتي اديت انتي بايوتكس
وبعد الانتي بايوتكس عملت بوزيشن بتاع الريست وعملت فوق سخنه وبرضك الهاند انفكشن ما راحتش، لابد ان اتدخل دلوقتي بجراحه، لازم اعمل درينج بص. طيب الصديد بيتفتح ازاي؟ اول حاجه لازم تعرف شيمس كيو جنرال انستيزيا، ما تقوليش احط لك حاجه اسمها ايه لوكال انستيزيا. بنستخدم لوكال انستيزيا في حاله واحده، حاجه اسمها لوكال رينج انفلتريشن، يعني عندك مشكله انفكشن في الهاند الصباع اهوت في اخر الصباع من فوق، دي الحاله الوحيده بنعمل حاجه اسمها رينج انفلتريشن، اللي انت بتبدي حقنه حوالين الصباع بحيث تخدر كل المنطقه دي. يبقى اول حاجه في الدرينج باص اندر جنرال انستيزيا، تاني حاجه بنركب تورنيكي، يعني التورنيكي اللي هي الحته البلاستيك اللي لفها حوالين الايد عشان نمنع يحصل فقد دم كتير. لو حد فيكم اتبرع بالدم بنلف حاجه لايه اسمها تورنيكي، عامله زي رباط الضهر كده شويه. طيب تالت حاجه نعمل انسجن، نفتح مكان الخراج. طيب المكان ده بنختاره ازاي؟ لا دي بقى هنسرح فيها النهارده طول ما احنا ماشيين، كل انفكشن بنفتحها في مكان معين، لكن خلي بالك غالبا بنفتحها عند البوينت اوف ماكسيمم تندرنس، الخراج عمال يضغط فيها يضغط فيها يضغط فيها، اكتر حته معبيه خراج دي اللي هفتحها عندها، اسمها الماكسيمم تندرنس. وخلي بالك في اماكن بفتح بالطول، اماكن بفتح بالعرض عشان ما اعملش لوس اوف فانكشن، عشان ما اعورش نيرفات، عشان ما اعورش ماسلز. فخلي بالك الانسيجن دي لازم نعرف بقى كل هاند انفكشن كل مكان في الايد مفتحه ازاي. اخر حاجه احط درين، احط درنقه عشان لو في دم او صديد مستخبي جوه يحصل له درينج وينزل بره عشان ما يتجمعش في الايد، لان يعني الدم او صديد لو فضل متجمع مكان الانجري ممكن لا قدر الله يعمل ايه، يعمل نيكروزس. بعد العمليه بعمل ايه؟ اعمل له غيارات مستمره، بغير كل 24 ساعه او كل يومين. طيب والدرنقه بشيلها بعد يومين، ما سيبهاش اكتر من كده، افتكر ان الدرنقه دي فورين بودي فممكن تعمل لي هي نفسها نيكروزس. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بقول لك اول لما تعرف تحرك الايد حركها، يعني كل ما تسمع الحركه الايد بدري كل ما الفانكشن ترجع اسرع. يا ده دلوقتي الايد ممكن احركها بعد يوم، حركها بعد يوم، بعد يومين، بعد يومين، فالحركه بتاعت الهاند الاكتيف هاند موفمنت از اللي اسبوس. يبقى تاني 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 احنا اتكلمنا في لحد دلوقتي، احنا ما قلناش اي حاجه. اول حاجه عندنا في المايكرو ان حصل انفكشن معناها انتري اند مالتيبليكيشن في اورجانيزم. طيب ايه اللي بيحصل؟ والله بيحصل في الموست كيسز ان بيخش اورجانيزم نتيجه دايركت او بلاد الفاتيك السندنج، يعمل لي مشكله يا اما ستاف يا اما اذرز. ليه بدانا بالستاف؟ لان هو الموست كومن كوز يغطي 80%. مين هم اكتر ناس بيتعرضوا للهاند انفكشن؟ المانوال وركرز والامهات. طيب ايه الاعراض؟ والله جنرال وسبيسيفيك. جنرال فيفر اندركسيا هيديكوماليز نوزيا فوميتنج سيفير كيس. طب لوكالايزد تندر ريدنس هوتنس وسوالين. خلي بالك سوالين خصوصا بيكون في الدورس اوف ذا هاند، ودي حاجه نون سبيسيفيك. بعد كده ممكن يتكون عندي حاجه اسمها ايه؟ اسمها خراج، اسمها بص. هي الاعراض بتاعه البص، الحاجات الكاركترستيك او التشور ساينز، اول حاجه ترابنج بين، هيكتيك فيفر. بعد كده بيكون عندي الوجع بيزيد لما الهاند يكون ديبندنت لدرجه انه ما يخلينيش اعرف انام. طب انا عايز اعالج مبدئيا مبدا انتي بايوتكس، بعد كده اريح الايد احطها في البوزيشن فريست، ما احطهاش في البوزيشن اوف فانكشن الا اذا كنت متوقع اللي يحصل لديفورميتي. بعد كده الموضوع فضل سيفير وما خفش، اعرف مكان الخراج فين وافتحه. افتحه ازاي؟ اول حاجه جنرال انستيزيا، بعد كده تورنيكي، بعد كده اختار الانسيجن اللي اعرف ايه هعرفها مع كل مرض دلوقتي. بعد كده بعد ما فتحت الخراج بدي انتي بايوتكس واغير يوم بعد يوم او كل 24 ساعه بغير، واشيل التورنيكي بعد يومين واحرك ايدي از ايرلي از بوسيبل. طيب دلوقتي نبدا نتكلم بقى على ايه؟ على اورجن اورجن او سبيس او سبيس او مكان مكان في ايد بيحصل فيه انفكشن. احنا كده خلصنا ايه؟ تاني نفتكر مع بعض كلمه اسمها هاند انفكشن، اتكلمنا الكلام السريع بتاع الانفكشن. دلوقتي هنتكلم الهاند. اول حاجه هنتكلم الاناتومي اوف ذا هاند، بعد كده السيرجري اوف ذا هاند، كل فتح ايه هو الانسيجن بتاعي. كده نكون خلصنا كل الهاند انفكشن، هنشرحها بنفس ترتيبه البار بوينت. موعدك اول لما اخلص البار بوينت دوت هلمها لك كلها في صفحه واحده وان شاء الله مش هيطلع منها. دلوقتي خلينا نتكلم على الاناتومي اوف ذا هاند. مبدئيا كده لما تبص ايدك من بره لازم تعرف كل منطقه في الايد اسمها ايه، دي هتفرق معانا. اه طبعا لازم تفرق معانا كويس جدا. اول حاجه لما تبص ايدك كده هتلاقي اول حاجه الصوابع. مبدئيا قبل ما اشرحها لك لازم اقول لك ايه الفرق بين كلمه بروكسيمال وبين كلمه ديستال في الهاند. ديستال ناحيه الاطراف، ناحيه صوابعك، ناحيه الشارع. بروكسيمال قريب من الكتف، يعني انا لما امشي كده ناحيه الصوابع ببقى اسمي ماشي ديستالي، ولما امشي ناحيه الريست ناحيه الكتف بقى ماشي بروكسيمالي. يبقى اول حاجه لازم تعرف بروكسيمال فروم ديستال. طيب تاني حاجه اسم كل منطقه في ايد عباره عن ايه او اسمها ايه؟ اول حاجه اخر عقله بنسميها بالب سبيس، بعد كده العقله دي والعقله دي بنسميهم فولر سبيسز. طيب مين الديستال فولر مين البروكسيمال فولر؟ انت اشطر مني. بروكسيمال فولر اللي هي دي والديستال فولر اللي هي دي، يبقى عندنا بالب سبيس وتو فولر سبيسز بروكسيمال اند ديستال. يبقى واحد بروكسيمال فولر، اثنين ديستال فولر، ثلاثه بالب سبيس.
طيب بعد كده لما ننزل على الايد بطن ايدك كف ايدك على البالمر سيرفيس عندنا حاجه هنا اسمها ايه بالمر سبيسز طب ناحيه الثمب ثمب ثينر ثينر سبيس ثينر سبيس ناحيه الثمب انتوا عارفين كده ان في حاجه اسمها ثينر ماسلز عباره عن الثمب كده اللي بتعمل الكونتور بتاع ايدي فدي بنسميها ثينر سبيس طيب وعندنا حاجه هنا فليكسور ريتيناكلم تحتيها حاجه اسمها بارونا سبيسز مبدئين كده احنا عرفنا السبيسز اوف ذا هاندز عندنا اول حاجه البالب سبيس عندنا ديستال فولر وبروكسيمال فولر عندنا هنا البالمر سبيس عندنا حاجه اسمها ثينر سبيس هنا حاجه اسمها بارونا سبيس طيب وبين الصوابع عندنا مثلثات كده بنسميها ايه نسميها ويب سبيسز طيب ما تيجي نبص بصه كده على كل سبيس من دول بصه قريبه اول حاجه معانا هي المنطقه اللي فوق اللي هو ايه البالب سبيس البالب سبيس ده عباره عن ذا سب كوتينيوس كومبارتمنت الريليتد تو ذا بالمر سيرفيس او ذا ديستال فالنكس ماتش حاجه الديستال فالنكس يعني اخر اقولها البالمر سيرفيس يعني من تحت عباره عن سب كوتينيوس كومبارتمنت يعني تحت الجلد والله الديفينيشن بتاعها لطيف وخفيف طيب السب كوتينيوس كومبارتمنت عباره عن ايه عباره عن فايبرو فاتي تيشو فايبرو فاتي تيشو ما فيهاش تندونز ولا ساينوفيال تشيسز ولا اي حاجه خالص عباره عن فايبرو فاتي تيشو عباره عن فات لون اصفر وعباره عن حاجات بيضه كده عباره عن سبتيت بتقسم المنطقه دي ل 10 تو 15 كومبارتمنت عباره عن فايبرو فاتي تيشو ادي الفايبرس تيشو اللي بيقسمها ممتد من الجلد لحد البرؤوسيوم العض وفي النص في فات يبقى عباره عن فايبرو فاتي تيشو ما فيهاش اي حاجه على الاطلاق ولا تندونز ولا ساينوفيال تشيز ولا اي حاجه عباره عن فايبرو فاتي تيشو عمال اقراها كتير لانها مهمه جدا في الام اس كيو ودي عباره عن كلوز سبيس مكان مغلق مقفول من هنا مقفول من بره يعني مفيش كونكشن بينه وبين اي حاجه تاني طيب انت ملاحظ ايه ملاحظ ان في بلاد فيسل هنا ماشي اسمه ديجيتال ارتري ديجيتال ارتري معناها داخل الصوابع الديجيتال ارتري بقى ماشي كده قبل ما يخش البلب سبيس بيدي برانش للابيفيزيس اسمه ابيفيزيال برانش ابيفيزيال برانش وبيخش السبيس بعد كده دي حاجه اسمها ديافيزيال برانش ايه اهميه الكلام دوت اصبر صبرا مش انت قلت لي الابيفيزيس بياخد بلاد سبلاي قبل ما يخش السبيس اقول لك ايوه والديافيزيس اول لما ارتري يخش يبدا يتفرع ايوه ده معنى ايه لو حصل انفكشن هنا اتكون صديد الصديد هياكل البرانش ده بس لكن برانش بتاع الابيفيزس اللي طالع من بدري مش هتاثر فلما اقول لك هيحصل نيكروزس نتيجه بلب سبيس انفكشن هتقول لي الحته دي بس اللي هبوظ لكن الحته دي بتكون انتكت لان الابيفيزيال برانش طلع من بدري قبل ما يخش السبيس احنا تفتكر ان احنا شرحنا الانفكشن اقول لك لا انا بشرحك الاناتومي اوف ذا بلب سبيس طيب تاني حاجه معانا عايزين نتكلم على الويب سبيس الويب سبيس اللي احنا قلنا المكان دوت فلما اجي اقول لك كلمني عن الويب سبيس تقول له عباره عن ثلاثه سبيسز شكلهم مثلث كونكتد وذ ايتش اذر باي فاتي تيشو بس كده بس كده عارف عشان في الكتاب كده يزود لك كلمتين قال لك ايه هو بروكسيمال ليها في حاجه وديستال ليها في حاجه طب تعالى نفكر مع بعض تفتكر ايه بروكسيمال ليها البالمر سبيس والثينر سبيس طب ايه هو الديستال اللي هتشطر مني دي حاجه اسمها ايه بروكسيمال فولر فيا ابني يعني كلمه ويب سبيس انفكشن عباره عن انفكشن يا دكتور في الويب سبيس اللي هم عباره عن ثلاثه سبيسز شكلهم مثلث كونكتد وذ ايتش اذر باي فات فوقيها حاجه اسمها بروكسيمال فولر وتحتيها حاجه اسمها بالمر سبيس وثينر سبيس يا دكتور معلش يعني انا عندي سؤال يوريكم ايه هو السبيس اللي هنا والسبيس اللي هنا فين السبيس دوت بقول لك عشان تفهم السبيس ديت لازم تعرف ان الهاند الايد مكونه من خمس طبقات خمس رقات ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه وخمسه يا دكتور الايد مكونه من رقات يعني ايه خمس رقات يعني ايه خمس طبقات طبقه فوق طبقه ازاي بقول لك نظريه البشاميل بقول لك احنا عندنا في الارض في الارضيه بنحط مكرونه بعد كده لحمه مفرومه بعد كده مكرونه بعد كده بشاميل بعد كده جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا ادي خمس طبقات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كده فهمتها؟ أنا كده فهمتها يا دكتور. اشرح لي بقى طبقات الهندي عاملة إزاي؟ تعالى نبص في صورة حقيقية. عندي أول حاجة عندك السكين دي طبقة رقم واحد. سوبرفيشال فاشيا طبقة رقم اثنين. تحتيها دي فاشيا أو اسمها الأصح بقى بالمر أو نيروزس. أدي ثلاث طبقات ثلاث رقات. بعد كده طبقة رابعة اسمها إيه؟ عبارة عن تندون وحواليه حاجة اسمها تندون تشيز. دي الطبقة الرابعة. بعد كده الطبقة الخامسة عبارة عن بون وبينهم ماسلز. نمرك الهاند عباره عن كام سبيس عباره عن كام رئة عباره عن كام طبقه تقول لي والله عباره عن خمس طبقات سكين وسوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا اللي هي بالمر ابنيروزس بعد كده عندنا ساينوفيال تشيز او تندون بلس ساينوفيال تشيز وتحتيها في بون ومصل طيب السبيس دي نشات ازاي بيقول دي عباره عن فراغات بين الطبقات بيقول لك الطبقه الرابعه اتكون فوقيها سبيس
بينها وبين الطبقه الثالثه وكون تحتيها سبيس. يبقى احنا عندنا الطبقه الرابعه ديت فوقيها سبيس وتحتيها سبيس، ده اسمه سوبرفيشال سبيس، والتحت ده اسمه ديب سبيس. تعالوا نشوفهم كده. كون عندي دي الطبقه الرابعه اهي، كون فيها سوبرفيشال سبيس وتحتيها ديب سبيس. دكتور انت قلت لي ان عندنا حاجه اسمها هنا بالمر وحاجه هنا اسمها ثينر، بقول لك سعادتك شايف السبيس ده؟ خلينا نشرح ان هو سبيس كبير، ده السوبرفيشال وده الديب. بقول لك جه عند الصباع الثالث ونزل هنا سته ستاره، فقسمت السبيس كبير ده لتو سبيسز، ناحيه الثمب اسمه ثينر والناحيه دي اسمه بالمر. ففهمت جت منين؟ تعالى نمسح كده تاني. الهاند عباره عن خمس رئات، سكن سوبرفيشال فاشيه دي فاشيه، بعد كده عندنا التندون والتندون شيس، تحتيها البونز اند ماسل، نشا بين الطبقه الرابعه والثالثه سبيس هنا كبير خالص، وبين الرابعه والخامسه سبيس هنا كبير خالص، جه هنا سته فايبرس تيشو عند الصباع الايه؟ عند الصباع الثالث نزل كده اهو. فنشا عنه السبيس الاخضر ده اسمه ثينر سبيس، سوبرفيشال ثينر سبيس وديب ثينر سبيس، وفي النص هنا بالمر سبيس عباره عن سوبرفيشال بالمر سبيس وديب بالمر سبيس. يبقى فهمت السبيسز دي جت منين؟ يبقى ده اسمه ايه؟ سوبرفيشال بالمر سبيس وديب بالمر سبيس. وده الثينر سبيس برضه عباره عن سوبرفيشال وديب. الثينر سبيس رابط الصباع الاول والثاني، ادي ناحيه والناحيه دي لوحديها الثالث والرابع الخامس في ناحيه لوحديها. ليه نشا تو سبيسز؟ عشان طلع سته من فوق لتحت عند الصباع الثالث قسم الهان الى تو سبيسز. حلو الكلام؟ يبقى يبقى كده لازم نبقى عارفين الاناتومي عشان نعرف الانفكشن جت فين وازاي هنفتح. لحد دلوقتي احنا ما شرحناش، احنا بنشرح اناتومي. احنا قلنا عندنا هاند معناها اناتومي، انفكشن معناها مايكرو، وبعد كده الجراحه لسه كل ده ما دخلناش فيها. طيب عايز اقول لك على ايه تاني؟ مش احنا قلنا هنا عندنا ويب سبيس وهنا ويب سبيس وهنا ويب سبيس، بيقول لك في كونكشن بين الويب سبيس وبعضيها. خلاص يا دكتور انت قلتنا عباره عن فات، وفي كونكشن بين الويب سبيس والميد بالمر والثينر عن طريق حاجه اسمها لومبريكال كانال. يبقى كده انفكشن لو هنا ممكن تيجي هنا او هنا ممكن تيجي هنا. تاني 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 تاني، انت قلت لي ان في هنا ويب سبيسز وهنا ديب، في ميد بالمر وثينر، هما كونكتد وذ ايتش اذر باي حاجه اسمها لومبريكال كانال. فخلي بالك الانفكشن ممكن تنتشر من الويب سبيس للديب او من ديب سبيس تنتشر للويب سبيس. طيب حلو الكلام. عندنا ايه تاني؟ اخر طبقه خالص او الطبقه الرابعه، احنا قلنا عندنا تندنز، والتندنز دي متغطيه بسينوفيال
نيجي بقى الجزء الجراحه. لما يحصل لي حاجه اسمها بلب سبيس انفكشن، ايه المفروض ابقى عارفه؟ اول حاجه تبقى عارف ان ده المنظر اللي بيحصل، حاجه اسمها لوس اوف بلب ريزيدنس، يعني اللمعه بتاعه الايد الطبيعيه ما بتبقاش موجوده، بشكلها عامل كده زي الدرام ستيك كبيره زي عصايه الطبله. دي اسم تاني اسمها فيلون. يبقى بلب سبيس انفكشن ده اسم تاني اسمه فيلون، ودي تمثل 25% من الانفكشنز بتطلع في ايه. طيب الراجل ده هيشتكي من ايه؟ زي ما قلنا بقى كلام جنرال وكلام لوكال. جنرال فيفر انوركسيا هيدوك ماليز. لوكال والله اول حاجه يحس بتندرنس وريدنس وهوتنس وسوالنج كلوس فانكشن والكلام ده كله، سيبك من العتها ده كله. الكومبليكيشن زي اي كومبليكيشن بتاعت اي انفكشن في الدنيا، يحصل سبريد، يحصل نيكروزس، يحصل انفلاميشن، يحصل لوس اوف فانكشن، يحصل ليمفوجايتس. بس خلي بالك هنا في كومبليكيشن مميزه اللي هو نيكروزس اوف ذا تيرمينال 2/3 اوف ذا ديستال فالانكس، يعني اخر العقله بس اللي هيبوظ، مش كلها. دي مش كلها لان احنا بقى قعدنا نحرنا في قلبنا كتير ان هي حاجه هنا ديفيزيال برانش وده فيزيال برانش. الديفيزيال برانش قبل ما يخش السبيس فبالتالي هيكون انتكت، ده فيزيال برانش هو اللي هيموت فبالتالي الحته دي كلها هتموت. حتى في الاكس راي بص شكلها الحته دي هي اللي هتموت ودي انتكت، هيكون شكلها اسمها باروت بيك ابييرنس او باروت بيك نيكروزس. شكلها كده في الاكس راي شبه المنقار بتاع الطير. طيب انا هفتح ازاي؟ ليه انتبيوتكس ما استجابش؟ بقول لك انا بفتح حاجه اسمها ميد لاترال انسيجن، بفتح الناحيه دي، ده الصباع بفتحه من الجنب كده. ليه بفتح بالجنب ما بفتحش من قدام؟ لان انا فتحت من الجنب احافظ على النرف واحافظ على الفيسل واحافظ على التندون بتاع المصل، لان هنا بيعدي النرفات والتندون بتاعت المصل، فحافظ على النرف والفيسل والتندون بتاع المصل. وكمان في حاجه مهمه، خلي بالك ان احنا بندخل في صباعنا دايما من قدام، فالمنطقه دي لسه سبجكت تو تروما، فلو اتخبطت تحت مش هتعور هنا تاني. فتاني ليه بفتح بالجنب بفتحش من قدام؟ بفتح من الجنب عشان المنطقه دي لسه سبجكت تو تروما، بحافظ فيها على النرف، بحافظ فيها على الفيسل، بحافظ فيها على التندون بتاع المصل. طيب يبقى في امس كيو بفتح ازاي؟ بفتح ميد لاترال انسيجن. طيب افرض الخراج كبير جدا ومش عارف افضي كل البص، بقول لك بفتح انسيجن اكبر، ميد لاترال ميد لاترال ميد لاترال، وافضل مكمل لقدام كمان. بسميها هوكي ستيك انسيجن، شكلها شبه عصايه الهوكي كده، بسميها هوكي ستيك انسيجن او حاجه اسمها كاونتر انسيجن. ليه كاونتر انسيجن؟ بيقول لك الفريق رايح بكاونتر اتاك، يعني هجمه مرتده عليك. مش انا بفتح الناحيه دي يبقى افتح في الصباع من الناحيه الثانيه، بيقول لك يبقى انا فاتح الناحيه دي اهو ميد لاترال، يبقى افتح ميد لاترال في الناحيه الثانيه، اسمها كاونتر انسيجن او هوكي ستيك. يبقى ثاني في الجراحه مطلوب منك في البلب سبيس عباره عن فيلون 25% هاند انفكشن، بعالجها ازاي؟ ميد لاترال انسيجن. طب الموضوع لو كبير، الموضوع لو كبير والله بفتحها كاونتر ميد لاترال انسيجن، يعني ميد لاترال كمان في الناحيه الثانيه، او هوكي ستيك انسيجن. طيب تاني حاجه معانا يحصل انفكشن هنا. طب الانفكشن دي اسمها ايه؟ اسمها ويب سبيس انفكشن. طيب الويب سبيس انفكشن اللي بتحصل للراجل هيشتكي من ايه؟ والله جنرال وسبيسيفيك. وبص جنرال فيفر انوركسيا هيديكوماليز نوزي اومنيك سيفير كيس، سبيسيفيك او لوكال والله تندر ريدنس بوتنس وسوالين لوس فانكشن. بس خلي بالك كل حاجه عندنا معلومه كده مهمه، زي بالب سبيس وان حاجه اسمها لوس اوف بالب ريزونانس، هنا عندنا حاجه اسمها وايد سيباريشن اوف ريليتد فينجرز، يعني الصوابع تبقى مفتوحه مفتحه. خلي بالك لو في انفكشن الصباع ده بعد والصباع ده بعد، الصباع ده بعد والصباع ده بعد، يعني حاجه اسمها وايد سيباريشن اوف ايه؟ اوف هاند. طيب عايزين نعرف التريتمنت، عايزين نعرف الكومبليكيشن، ولا الكومبليكيشن كالعاده سبريد او يحصل نيكروزس. طيب التريتمنت ابدا انتبيوتكس، ما ينفعش افتح جراحه. فكره افتح جراحه ازاي؟ بقول لك افتح ترانسفيرس انسيجن من الناحيه دي من الناحيه دي. يا دكتور طب افرض الجرح كبير الخراج كبير، افتح ازاي؟ افتح هوتكي. برافو عليك انت فهمت، بس ما اسمهاش هوتكي هنا، هوكي ستيك. بقول لك مش انا هنا فتحت فتحه بالعرض، ممكن افتح فتحه اسمها كاونتر انسيجن، يعني في الناحيه الثانيه من ظهر الايد. بفتحها ازاي من ظهر الايد؟ بقول لك افتحها بالطول. يبقى تاني عندي انفكشن هنا، من قدام بفتح بالعرض، من ورا بفتح بالطول، من قدام بفتح بالعرض، من قدام بفتح بالعرض، من ورا بفتح بالطول. يبقى تاني في لوب سبيس انفكشن عرفنا الاناتومي، عرفنا الحاجه المميزه فيها اللي هي وايد سيباريشن، افتح من قدام بالعرض، افتح من ورا بالطول. بس عايز انبهك لمعلومه مهمه عشان خاطر الام اس كيو، يعني امسك الكلام دوت. الفتحه اللي بالعرض دي من قدام في لوب سبيس خلي بالك ان هي تكون فتحه صغيره اقل من سنتي. ليه اقل من سنتي؟ بيقول لك هنا بيعدي حاجه اسمها ديجيتال نيرف وديجيتال فيسلز، فالفتحه تكون بالراحه وصغيره عشان لو فتحت اكتر من كده بالعرض هقطع النيرف واقطع الفيسل. يبقى تاني في لوب سبيس انفكشن بفتح فتحه بالعرض من قدام، فتحه بتوم من ورا. خلي بالك الفتحه اللي ورا اسمها كاونتر انسيجن، خلي بالك ان افتح الفتحه اللي بالعرض ديت بيكون فتحه صغيره خالص 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 براس المشط، ما افتحش كبير عشان هنا في نيرف في فيسلز ما عملهمش انجري.
دكتور عايز تنبهني لحاجه تانية بخصوص الويب سبيس. مش احنا قلنا ان في كونكشن في الويب سبيس بينهم وبين بعضهم، في كونكشن بينها وبين البالمر سبيس والثينر سبيس، يبقى انت اول ما تفتح الخراج هنا دوس بايدك اعمل كومبريشن على البالمر اريا والثينر اريا لعل وعسى في انفكشن تطلع من هنا، واضغط على باقي الويب سبيسز عشان تفضي الباص. يبقى فتحنا بالعرض وفتحنا ورا بالطول ودوسنا على البالمر سبيس ودوسنا على الثينر سبيس. طيب بعد دلوقتي هنتكلم عن الانفكشن اللي بتحصل في البالمر سبيس سواء كان سوبرفيشال او دي. لو حصل عندي سوبرفيشال بالمر انفكشن، يعني انفكشن في المنطقه دي من فوق بس، سوبرفيشال بالمر انفكشن، بيكون عندي الاعراض الجنرال سبيسيفيك ايه هي بالظبط، لكن زود عندك بيكون عندي ماركت اديما في الدورس نو زان، ظهر ايده بيورم جامد. طيب لو الانفكشن دي اكستندد تو ذا ديب بالمر كريز، ذا ديب بالمر سبيس سوري، احسن معايا ماركت اديما اوف ذا دورس اوف ذا هاند بلس ديفورميتي. بس عندي حاجه اسمها فروج هاند، بيحصل كونتراكشن في الميدل فور فينجرز على مستوى الجوينت اللي اسمه ايه ميتاكاربو فارينجيال جوينتس، يعني الجوينت اللي بين الميتاكاربال بونز وبين الصوابع من فوق هو الحته دي كده. فالاربع صوابع دول يحصل فيهم ديفورميتي، حاجه اسمها فروج هاند ديفورميتي. فتاني لما اجي اقول لك يحصل لي ميد بالمر سبيس انفكشن سواء كان سوبرفيشال او ديب، بيحصل دورس اوف ذا هاند ديما، لكن اعرف خلي بالك بيكون عندي في الديب بالمر انفكشن لا سمع ديفورميتي اسمها ايه فروج هاند ديفورميتي، عباره عن كونتراكشن على مستوى الميتاكاربو فارينجال جوينت. طيب عايزين نعمل تريتمنت، عايزين نعمل انسيجن، بقول لك هنفتح انسيجن بتاع الجلد بالعرض السكين والسوبرفيشال فاشيا، افتحهم بالعرض، افتحهم بالعرض بين او ايه والله بين الديستال بالمر كريز والبروكسيمال بالمر كريز، هنفتح عنده بالعرض. تفتكر هنفتح بالطول؟ بقول لك يا راجل طيب انت فتحت بالطول هيكون الهيلينج صعب، حتى بيقول لك ايه ده خط العمر وده خط ورزق، لو فتحت بالطول هتقصف عمره وتقطم رزقه، ما ينفعش نفتح بالعرض. طبعا الكلام ده لا يصح، لكن احنا عشان نفتكر. فعندنا الخطين دول اللي هو البروكسيمال بالمر كريز والديسا بالمر كريز، هنفتح خط بارلل ليهم. طب كده فتحنا السكن والسوبرفيشال فاشيا، هنلاقي حاجه اسمها بالمر ابنيروزس، في نيرفات وفيسلز ماشيه بالطول. تفتكر ان هفتح بالعرض عشان اقطعها؟ اقول لك لا، افتح بالطول بارلل ليهم. فانا هفتح السكن والسوبرفيشال فاشيا بالعرض، بفتح بالطول البرما ابيروز، بعد كده بفضي الانفكشن سواء كان في السوبرفيشال سواء كان في الديب. طيب بعمل ايه تاني؟ بركب قسطره. الدرينج سواء قد ايه؟ زي ما تعودنا 48 ساعه. ولو عندي ديب 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 بالمر انفكشن بعمل كاونتر انسيجن عند الويب سبيس او كاونتر لونجيتيودن في ظهر ايدي. فخلي بالك الديب بحتاج علاج اقوى شويه، افتح عند الويب سبيس او افتح كاونتر انسيجن لونجيتيودني عشان احاول افضيها كويس، مش هيحاول في كونكشن بين الديب بالمر سبيس والويب سبيس، يبقى بالتالي الكلام مش هباء في الديب بالمر سبيس، محتاجين نعمل انسيجن بشده وعنف كبير. يبقى تاني الاثنين نفس الاعراض، زود في الديب عندنا ديفورميتي اسمها فروج هاند ديفورميتي، زود عليها في التريتمنت اللي انا بعمل كاونتر انسيجن لونجيتيودني او كاونتر انسيجن عند ايه؟ عند الويب سبيس. طيب لو حصل انفكشن في الثينر سبيس، والله هو نفس الكلام لكن ناحيه الثمب، اعرف ان عندي ثلاث حاجات كاركترستك بحرف البي، بس عندي بالونينج اوف ذا ثينر ايمنس، الاقي ايدين قدام بدات تنفخ، ورا في البالمر سبيس كان التنفيخ في ظهر ايد، هنا التنفيخ في الايدين قدام اسمها بالونينج اوف ذا ثينر ايمنس. الثمب بيكون ابدكتد عشان نحفظها بنخليه بره، فالثمب بره والايد فيها بالونينج، وبفتح ات ذا باك، بفتح كيرفت انسيجن في ظهر ايدي. بقول لك البالمر الثينر سبيس بدل ما افتح من قدام لا انا بفتح من ورا، بعمل حاجه اسمها كيرفت انسيجن، بفتح من ورا كده عشان اعرف اعمل انسيجن احسن بكتير. فتاني التلاتة حاجات كاركترستك بحرف البي للثينر سبيس انفكشن، عندي بالوني، عندي الثمب بيكون بره، بفتح عند الباك اوف ذا هاند. اخر حاجه معانا لما يكون عندي حاجه اسمها تينو ساينوفايتس، يعني انفكشن في التندون والساينوفيال شيس اللي حواليه. بقول لك والله اصلا الاعراض اللي بتحصل جنرال ولوكال، لكن في عالم هي قال لك ان اسمي ايه كانافال، هعمل حاجه اسمها كانافال ساين وعمل حاجه اسمها كانافال فايندنجز، كلينيكال بيكتشر اللي كانافال شافها وعرف يميز. والله اول ما اشوفه اقول لك ده عباره عن تينو ساينوفايتس كالاتي، بقول لك عندي سيمتريكال سوالينج في الفينجرز، يعني الصوابع كبيره زي بعض، بيكون عندي سيمي فليكشن في كل الجوينتس. احنا قلنا في الديب بالمر كريز بيكون عندي عندي فليكشن هنا بس، بقول لك لا لما يحصل عندي تينوس انوفايتس يعني التندون المسؤول عن فليكشن يكون في مشكله، هتلاقي كل جونز فليكسد، يعني دوت ودوت ودوت ودوت، بيكون عندي حاجه اسمها هوك ساين، يبقى كلهم منفخين زي بعض كلهم فليكسد. بقول لك كمان عندي الحركه سواء كان اكتف او باسيف، يعني هو اللي بيتحرك حد حركه له بيكون فيري بينفول فيري بينفول. بقول لك وبيكون عندي الهول تندون بيوجع، لكن خصوصا الكول دي ساك. بقول لك ممكن نحفظهم بقصيده الاس او 4 اس، سيمتريكال
swollen, semi flexion, sweet من كتر الوجع, الساك اللي هو الكولد ساك اكتر حته تندمس. ده كانافال ساين او سوري كانافال فايند. اربع حاجات: سيمتريكال سوالين, سيمي فليكشن فول جوينت, سويت من كتر الوجع. السويت بالذات بيكون فين؟ بيكون في الساك. يبقى الساك اكتر حته وجعان, اسمها كانافال فور كاردينال ساين. فاي شخص عنده تيرس نيرفس بيكون عنده الكاردينال ساين دول. بقول لك وكمان لو حد عنده النر بروزايتس, يعني النر بيرز هي اللي فيها مشكله, بيكون عنده اسمها كانافال ساين. الحته دي اكتر حته بتوجع. يبقى عندنا كانافال فور كاردينال ساينز, وعندنا حاجه اسمها كانافال ساين. كانافال ساين دي اللي هي المنطقه دي تكون ذا موست تندر بوينت. دي اول ما اشوف الحته دي وجعاه اعرف ان الشخص ده عنده ايه, عنده النر بروزايتس. طيب الشخص دوت عايزين نعمل انسجن عشان نطلع السديد دوت. بقول لك اشوف التندن اهو, بقول لك هفتح فتحه عند العقله اللي فوق, فتحه عند العقله اللي تحت, واركب فيها قسطره. القسطره دي رفيعه قوي, اسمها بين روز. بين روز رقيقه زي الورده, بين روز درين. بقول لك عشان اعمل درينج واطمن ان انا خرجت كل البص اللي فيه. طيب يبقى احنا قلنا بفتح ازاي, بفتح فتحه فوق فتح تحت. طب مكانهم فين بالظبط؟ بقول لك بفتح فتحه فوق عند الديستال كريز, عند اخر خط كده, وتحت عند الكولد ساك, عند الانتفاخ. فتحت فتحه فوق فتحه تحت, اخش القسطره واقعد اعبي سلاين, ارمي سلاين, ارمي سلاين, سلاين يعلم القسطره, عشان بحيث ايه لو في بص او اي كريتيك تيشو يعرف ينزل ايه من المنطقه دي. بقول لك بس خلي بالك لو فضل بيحصل سكريشن او ينزل بص او ينزل صديد من القسطره دي لمده 7 ايام فيما فوق, يعني اكتر من اسبوع لسه التندون دوت عمال ينزل صديد, فغالبا في مشكله. لازم نعمل حاجه اسمها اكسبلوريشن, نفتح التندون ابص في عيني, لا قدر الله يكون البص عمل نيكروزس ولا لقيت اي ديد تيشو لازم اشيله. يبقى تاني الصبعين التاني والتالت والرابع اعمل ايه؟ والله بفتح تو انسجن, واحده عند الديستال كريز, واحده عند الكولد ساك, وركب قسطره حاجه اسمها فاين اريجيشن درين او حاجه اسمها بين روز درين. والله وابدا اعمل اريجيشن, انا اعبي سلايد وانزل كل السكريشن زين, واسيب القسطره دي يومين. طب افرض الدرينج فضلت تنزل صديد, تنزل صديد لمده اكتر من اسبوع او اسبوع فيما فوق, ابدا اعمل حاجه اسمها تندون اكسبلوريشن, افتح كابتن واشوف عيني لو لقيت اي ديد تيشو او اي كريتيك تيشو لازم افتح. طيب ادي مثال ايه, لو حد عنده ايه تينوس نيرفس, ده بيكون شكل ايد. طيب لو انا عندي النر بروزايتس او ريديال بروزايتس هفتحها ازاي؟ يعني النر بس فيه مشكله او الريديال بس فيه مشكله, بالك بفتحها من الناحيه الثانيه. يعني انا لو عندي مشكله عند الصنب بفتح من ناحيتي واخش كده افضيه. لو عندي مشكله عند ال النر بيرزا, يعني عندي حد فاهم فلاميشن, بفتح من الناحيه دي واخش كده بحيث ابقى شايف اكتر بكتير واعرف اوسع. يبقى تاني خلي بالك في الام اس كيو, الراديال بروزايتس بفتح الونج ذا النر سايد, بفتح من الناحيه الثانيه, والانر بروزايتس امنع بفتح الكورني تو او ناحيه الراديال سايد, يعني بفتح الناحيه الثانيه عشان اعرف ابص كويس وفضي كويس, يبقى الفتح كبير. طيب بفتح من اول فوق لحد امتى؟ بقول لك ان الحته دي اسمها هايبوثينر ايمينس, ودي اسمها ثينر ايمينس. اقول لك اللي عندي راديال بروزايتس, يعني في الميشن هنا ببدا بفتح فين؟ بفتح عند الهايبوثينر ايمينس. طيب بتفتح ازاي؟ بقول لك بفتح من فوق من عند البيز اوف ذا فينجر, وافضل افتح 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 4 سم ديستال تو ذا ريست, يعني المسافه دي بتكون 4 سم. ولو عندي النر بروزايتس بقول لك افتح من عند الثينر ايمينس, ببدا افتح من فوق من فوق من فوق من فوق, واسيب 4 سم ايه ابوف ذا ريست او ديستال تو ذا ريست. يبقى التينوس ساينوفايتس مهم فيها ايه؟ هم عارف الفور كاردينال ساينز بتوع كانافال, هم عارف يعني ايه كانافال ساينز, وهم عارف ان انا بفتح فتحه فوق فتحه تحت واركب ريجيشن. ولو الريجيشن تيوب دي فضلت تعمل تنزل سكريشنز كل شويه او تنزل باص او تنزل اي حاجه اكسيوديت, لازم اعمل اكسبلوريشن. ولو عندي راديال بروزايتس بفتح ناحيه الالنا, وعندي النا بروزايتس افتح ناحيه دي الراديوس. طيب في الام اس كيو الراديال بروزايتس بفتح ناحيه الالنا حاجه اسمها ايه؟ هايبوثينر ايمينس. طب والالنا بفتح ناحيه الراديوس حاجه اسمها ايه؟ ثينر عند ثينر ايمينس. المفروض كده خلصنا كل هاند افكشنز, فاضل كلام عبيط اللي هو مثلا الانجرونج نيل, عندنا البارونيكيا, البارونا سبيس انفكشن, كل الكلام ده قرايه, ده كلام يعني صغير خالص, وهنحاول برضه ان شاء الله نعمله في ريكورد سريع كده. لكن دي المين توبكس, مش عايزك تنسى خالص 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 ان الهاند افكشن بتذاكر زي ما احنا شرحناه. فاضل ايه برضه؟ الجدول بالعرض هلمه لك دلوقتي, بحيث لان كل الكلام ده ما تيجوا نلم كده الهاند انفكشنز في صفحه واحده. اول حاجه عندنا هي البالب سبيس انفكشن, قلنا ايه هي الديفورميتي الكاركترستيك ليها, بيكون عندنا حاجه اسمها لوس اوف بالب ريزونانس, يعني شكلها شكل دراماتيك ابييرنس, بيكون لونها محمري كده شويه. طيب عايزين نعمل انسجن, ودي اهم حاجه في الجراحه, هنعمل انسجن ازاي؟ لو الموضوع في الاول خالص بنعمل ستريت ميد لاترال انسجن. طيب لو الموضوع بعد كده بقى سيفير بنعمل كاونتر انسجن ميد لاترال في الناحيه الثانيه, او من حاجه اسمها هوكي ستيك انسجن. طيب
في البلب سبيس المعلومه اللي احنا لازم نخلي بالنا منها ان هو كلوزد سبيس عباره عن فايبر فات تيشو ما فيهوش تندلز ولا سينوفيال ميمبرين. لو حصل فيه اوستيومايلايتس لو حصل نيكروزس بيكون اسمها بارت بيك نتيجه افكشن للدايفيزيال برانش مش الافيزيال برانش. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها ويب سبيس انفكشن. طب ايه الديفورميتي كاركترستيك ويب سبيس وايد سيبريشن اوف فينجرز؟ طيب بنعمل ازاي؟ قلنا بنفتح فتحه بالعرض بعد كده كاونتر بالطول وندوس على البالم سبيس. فتحه بالعرض خلي بالك ان هي تكون مش اكبر من 1 سم عشان ما عورش النيرفال فيسلز. طيب بعد كده عندنا سوبرفيشال وديب ميد بالمر سبيس. خلي بالك ان السوبرفيشال ميد بالمر سبيس يكون معاها ماركت اديما في الدورسوم اوف ذا هاند. طيب الديب بالمر سبيس نفس الكلام لكن زود بيكون عندي ديفورميتي اسمها فروج هاند ابييرنس. طب ايه الفروج هاند ابييرنس ديت؟ عباره عن سيمي فليكشن في الاربع اصابع اللي في النص. طيب السيمي فليكشن دي ان فيت افكتيف اني جوينت اللي هو ميتاكاربو فارينجال جوينت اونلي اونلي اونلي. طيب بفتح ازاي؟ بفتح السكين وسوبرفيشال فاشيا بالعرض بعد كده والله الميد بالمر سبيس او بالمر ابنوز بفتحه بالطول عشان ما اعورش النيرف والفيسلز. وخلي بالك في الديب ميد بالمر سبيس بعمل كاونتر انسيجن عند الايه والويب سبيس. خلي بالك ان السوبرفيشال او ديب ساعات بيكون لي حاجه اسمها كولر اشتاط ابسس. كولر اشتاط ابسس ده عباره عن ايه؟ عباره عن ابسس ناحيتين واحد سوبرفيشال واحد ديب متصلين بايه؟ متصلين زي بتراكت كده. فخلي بالك كولر اشتاط ابسس بتحصل لما يحصل سوبرفيشال او ديب ميد بالمر سبيس. مش احنا قلنا الطبقه الرابعه فيها الطبقه الثالثه وتحتها الطبقه الخامسه هنا سوبرفيشال وهنا ديب؟ احيانا لو كان واحد بيعمل كونكشن مع اللي تحتيه ويبقى عندنا تو ايه تو اكسيسز ده بنسميه كولر اشتاط ابسس. طيب بعد كده الثينر سبيس عباره عن 3 بي بالونينج اوف ذا ثينر ايمنس البره الثمب بيكون بره يعني ابدكتد بنفتح كيرف انسيجن عند الباك اوف ذا هاند. طيب بارونا سبيس انفكشن دي اراكيه في السريع. طيب التينوساينوفايتس خلي بالك الميدل ثرو ميدل 3 ميدل 3 فينجرز بيكون عندي حاجه اسمها الفور كاردنال كانافال ساينز. ايه هم الكانافال ساينز دوت؟ 4 اس اللي احنا قلنا عليه سيمتريكال سوالينج وسويت والساك بيكون اكتر حته بيكون ايه بتوجعني. الريديال بيرزا خلي بالك ان احنا بنفتح ناحيه الالنا لكن الالنا بيرزا بنفتح ايه ناحيه الريديس. تعال نبص ايه الانسيجن هنا مكتوبه ازاي. اول حاجه في الميدل 3 فينجرز بنفتح تو ترانسفيرس انسيجن واحد ديستال تو ديستال كريس عند اخر عقله واحد عند الكول دي ساك وادخل اريجيشن كاستر عشان اعمل ايه افضي اي بص موجود. عند الالنر سايد عند الريديال بيرزايت بفتح من الالنر سايد لكن من الالنر بيرزا بفتح عند ايه الريديال سايد. مفيش كلام قلناه. خلي بالك لو الباص فضل مكون اكتر من اسبوع او بيحصل سكريشن اكتر من اسبوع لازم اعمل ايه اكسدوريشن. خلي بالك في الراديال بيرزا وانا بفتح ناحيه الالنا ممكن اعور الميديان نيرف. طيب الالنا بيرزايتس خلي بالك انا ممكن اعور ايه الفيسلز اوف نيرف فيسلز والنيرفز بتاعت الليتل فينجر. يبقى الحته دي مهمه وانا بفتح الراديال بيرزا خلي بالك من الميديان نيرف وانا بفتح الالنر بيرزا خلي بالك من الفيسلز والايه النيرفات بتاعت الليتل فينجر. ان شاء الله دي تقريبا كل الكلام اللي له علاقه بالهاند انفيكشن. مفيش حاجه بره دي الخلاصه. بعد ما تسمع التسجيل ممكن تسمعه مره والثانيه والثالثه وتذاكر الصفحه دي. اوعدك ان شاء الله مفيش حاجه تطلع بره. في البارونيكيا في السبكوتيكلر ويتلو في البارونا سبيس ان شاء الله نحاول نعمل لهم فيديو سريع كده ربع ساعه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب.